أتمنى من كل بنت لمدة دقائق فقط ادخلي هذا المكان. ما هذه الدنيا بدار قراري، حكم المنية، حكم المنية، حكم المنية في البرية جاري. ما هذه الدنيا بدار قراري، حكم المنية، حكم المنية. إلى كل بنت، إلى كل من عصت الله سبحانه وتعالى، إلى كل من تنام عن الصلوات، إلى كل من تسمع الأغاني، إلى كل من تعاكس الشباب وتكلم الشباب، إلى كل من رخصت نفسها أمام الشهوات والقنوات، والله سوف يأتي يوم الأيام وتوضعين في هذا المكان، شئتي أم أبيتي، توضعين في هذا المكان وحيدة، لا جليس ولا أنيس. فماذا تقولين لله؟ يا من جعلت الله جل وعلا أهون الناظرين إليك ولا تبالين بنظر الله سبحانه وتعالى. سوف يأتي يوم الأيام وتغسلين. هل فكرت في يوم الأيام أنك راح تكونين في هذا المكان وتوضعين في هذا المكان وتكفنين بخمسة أكفان؟ ليش الآن كثير من البنات في الزواجات إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى تعري نفسها؟ وقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرى مثلهما، وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. يا الله، تخيلي تكفنين بخمسة أكفان ولا سترت نفسك في الدنيا. فهذه رسالة إلى كل من فصخت نفسها وعرت نفسها في الأعراس والزواجات، أقول والله احذري. الآن الغصن إذا طاحت أوراقه أين مكانه؟ في النار، ويكون حطب. فكذلك البنت إذا عرت نفسها في اللبس العاري، وين قيمة حيائها؟ فحياء المرأة والله هو دليل على إيمانها بالله سبحانه وتعالى. فأنا أقول انتبهي، الآن نحن في أيام أعراس زواجات تكثر المعاصي والفتن إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. والله قد يأتي يوم الأيام، والله كم من عروس أعرفها لبست الكفن قبل ثوب الزفاف. فلا تغتري في هذه الدنيا، هذه الدنيا قصيرة، وإن عظمت هذه الدنيا وإن طالت في عينك هذه الدنيا فوالله إنها قصيرة، وإن أيامنا محدودة. إلى كل فتاة تنمص حواجبها، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. وهذا رسالة إلى المشاغل النسائية، كم يحصل في المشاغل من ذنوب ومن معاصي ومن تعري. فقول اتق الله سبحانه وتعالى، لا تأكلي حرام، لا تأكلي حرام. والله يحصل في داخل المشاغل إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، أنا لا أدم الجميع، ولكن تحصل مخالفات شرعية لا يعلم بها إلا الله. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. لعن الله الواصلة والمستوصلة من تصل شعرها بشعر ثاني. فيا أختي الكريمة، والله نتكلم من قلب مشفق، والله العظيم إني خايف عليك. نريد أن نتمثل بصحبيات، بالصالحات، باللبس المحتشم، باللبس الذي تؤجرين عليه، حتى اللبس عبادة. فأنت لما تلبسين اللبس المحتشم، اللبس الساتر، والله إنها عبادة منذ أن تخرجين من البيت وحتى ترجعين وأنت في عبادة لله سبحانه وتعالى. أما تلك الفتاة التي عرضت نفسها، والله إنها في معصية وفي معاصي منذ أن تخرج من البيت وحتى تعود. وكم من بنت تلبسها شيطان، لماذا؟ لأنها عارية أولا، ولأنها لا تصلي. كم من بنت حطت المكياج في الزواجات ولا صلت لا مغرب ولا عشاء، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله. تروحين للعرس وأنت منت في ذمة الله سبحانه وتعالى ولا في حفظ الله سبحانه وتعالى. فاحذري من تسلط الشياطين عليك. فإذا انقضى فقد انقضت أنظاري، حكم المنية، حكم المنية، حكم المنية. عند جنازتك تعطرين بالمسك الأبيض والكافور. تذكرت حديث صراحة قال صلى الله عليه وسلم:
أيما امرأة خرجت واستعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. فكم من البنات تتعطر عندما تخرج للأسواق والمولات والمنتزهات ثم يشمون ريحة العطر. فاحذري أن تدخلي في هذا الحديث وأنت لا تعلمين. وحنا صراحة ابتلينا بشبكات التواصل الاجتماعي إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى بفتيات تعرض نفسها في الكيك في الانستغرام في تويتر تخاطب الشباب في الخاص ولا همها وباسم مستعار. ألا تخشين الواحد القهار سبحانه وتعالى؟ ألم تسمعي قول الله جل وعلا ألم يعلم بأن الله يرى؟ فالله يراك يا أمة الله. استحي من الله سبحانه وتعالى. تعرضين الجسد وتغطين الوجه حتى ما حد يعرفك، لكن اعلمي أن الله يراك سبحانه وتعالى. فوالله كم من بنت كانت تعرض نفسها في الشات وفي مواقع التواصل الاجتماعي فقبض الله روحها وهي تعرض نفسها للشباب. يا الله. فيا أختي الكريمة احذري والله من شبكات التواصل الاجتماعي، واحذري والله من الذئاب البشرية، فهم يتصيدون ويجلسون الليل والنهار ما عندهم مشكلة حتى تقعين بالفخ. فهذه نصيحة من أخ مشفق على أخواته، اتق الله سبحانه وتعالى وراقب الله جل وعلا، واعلم أن الله أعطاك هذه الصحة والعافية، وقادر ربي بلحظات والله تذهب هذه الصحة والقوة والعافية وتكونين طريحة في الفراش، قادر بلحظة واحدة. لكن نتأدب مع الله، فوالله من لم يتأدب مع الله فوق الأرض والله سوف يؤدبه ربي تحت الأرض ويوم العرض والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. رسالة أخيرة إلى كل فتاة عاصية، إلى كل فتاة مذنبة، إلى كل فتاة زانية، إلى كل فتاة تكلم الشباب وتخرج الأسواق والمولات، أقول باب التوبة مفتوح، باب التوبة لا يغلق حتى تخرج الروح وحتى تصل إلى الحلقوم. خذي هذه البشارة، خذي هذه الآية، فالله رحيم لمن تاب وأناب. يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، الله أكبر، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميع الذنوب مهما كانت كبيرة صغيرة، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله غفور والله رحيم. والله يقول في آية أخرى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالله الله بالتوبة، الله الله بالرجوع لله، الله الله باللبس المحتشم، الله الله في العباية، الله الله في حجابك، الله الله في حيائك من الله سبحانه وتعالى. وأبشري والله بخير الدنيا والآخرة. ألا تريدين أن تصاحبي عائشة رضي الله عنها في الجنة؟ ألا تريدين أن تصاحبي سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها؟ فالله الله بالتوبة، الله الله بالانكسار دين الله، الله الله بالمحافظة على الصلوات في وقتها، تزمي في دينك وفي حجابك في سجادتك في صلاتك. وأبشري في الجنازة على حالين: إما أن تقول قدموني قدموني لأن ترى مكانها في الجنة، وإما أن تقول يا ويلها أين تذهبون بها. فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. أسأل الله سبحانه وتعالى التوبة والإنابة والرجوع إليه سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم وكل من تشاهد هذا المقطع في جنات النعيم. الله الله أختي الغالية، انشري هذا المقطع لخوياتك في جروبات في الواتساب في تويتر، والدلع الخير كالفاعل، كوني داعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يخفي من النار الزناد الواري، حكم المنية، حكم المنية، حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا.